اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في تايم ريسبونس اناليسيز للسكند اوردر سيستم، وفيديو النهارده عباره عن قوانين فقط مجرده بدون اثباتات، ويعتبر الفيديو بتاع النهارده مختصر لفيديوهات كتير سابقه. خدنا قبل كده السكند اوردر سيستم، قلنا الديفرنشال ايكويشن او البيسك فورم بتاعه بيبقى بالشكل ده، بيبقى هنا واي دبل دوت عندي عشان يبقى سكند اوردر، بخلي هنا مع الواي دبل دوت المعامل بتاعها بواحد، وبالتالي ده يطلق عليه الكانونيكال فورم. الاوميجا ان هي الناتشورال فريكوانسي او يطلق عليه اندامبد ناتشورال فريكوانسي، وزيتا هي الدامبنج ريشيو، وعندي الكي اللي موجود هنا عباره عن الستاتيك دي سي جين، وعندي اليو هي الانبوت والواي هي الاوتبوت. قلنا دي احد الاشكال. في شكل تاني ان انا امسك المعادله دي كلها اقسمها على اوميجا ان تربيع، تطلع المعادله بالشكل ده، بحيث ان تي اللي ظهرت هنا هي عباره عن واحد على اوميجا ان، يبقى همسك المعادله اللي فوق اقسمها على اوميجا ان تربيع تديني المعادله اللي هنا، بحيث ان تي اللي ظهرت في المعادله دي عباره عن واحد على اوميجا ان، وبالتالي في المعادله الجديده هيبقى معامل واي هو اللي بواحد، ونفس التعريفات الباقيه، نفس تعريف زيتا ونفس تعريف الكي، مفيش فرق. وقلنا ان تي عباره عن واحد على اوميجا ان، تي يطلق عليه التايم كونستانت، التايم كونستانت بتاع السيستم. لو انا مسكت المعادله الاولانيه، انا هشتغل على المعادله الاولانيه، لو خدت ليها اللابلاس تطلع بالشكل ده، لو انا عايز واي على يو هتطلع بالشكل ده، تمام؟ يبقى واي على يو هتطلع بالشكل ده. خلي بالك معامل اس تربيع هنا بواحد، لان معامل واي دبل دوت بواحد، هنا ده يطلق عليه الكانونيكال فورم. ممكن اخد دي احطها في بلوك، ادي البلوك ترانسفير فانكشن، الانبوت يو الخارج واي. المقام بتاع ترانسفير فانكشن اللي هنا دي من البلوك او من المعادله عباره عن الكاركترستيك ايكويشن، هو المقام، وده بيبقى ستاندرد فورم لازم يتحفظ بالشكل ده. يبقى اس تربيع معاملها بواحد، معامل اس 2 زيتا اوميجا ان، الحد المطلق اوميجا ان تربيع، هساوي دي بالزيرو عشان اطلع القيم، وبالتالي انا بجيب الروتس الخاصه بالكاركترستيك ايكويشن او جذور الترانسفير فانكشن. وبالتالي لو احنا خدنا الصيغه بتاعت السكند اوردر عندنا رياضيا، المعامل ده ايه، المعامل اس بي، معامل الحد المطلق سي، هحلل دي بالقانون عندي يبقى تحليلها بالشكل ده، هقارن المعاملات مع المعادله دي واطلع الجذور هنا، يبقى المعادله التربيعيه يطلع جذرين، يطلع جذرين بالشكل ده بعد التعويض في المعادله دي. ده يطلق عليه قلنا الكاركترستيك ايكويشن، لما اسويها بالزيرو بجيب كده الروتس او البولز. عموما الترانسفير فانكشن عندي اللي هي واي على يو ليها بسط وليها مقام، لو انا خدت المقام يطلع عليه الكاركترستيك ايكويشن، لو انا سويته بالزيرو كده انا بجيب الروتس الخاصه بالكاركترستيك ايكويشن او بجيب البولز بتاع ترانسفير فانكشن. خلي بالك ترانسفير فانكشن هنا لما اخد المقام اسويه بالزيرو كده انا بجيب البولز، لما اخد البسط اسويه بالزيرو كده بجيب الزيروز بتاع الترانسفير فانكشن، لما اعوض عن اس بزيرو في الترانسفير فانكشن انا بجيب الدي سي ستاتيك جين، يبقى بجيب الكونستانت دي سي جين او ستاتيك جين لما اعوض عن اس بزيرو في الترانسفير فانكشن. لو انا خدت المقام ده سويته بالزيرو وجبت قيم اس اللي بتحقق المعادله، وقتها القيم دي اسمها الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن او هي البولز بتاعت السيستم. لو احنا رسمنا الاس بلين عندنا جزء الريال يطلق عليه ريال سيجما، جزء ايماجينري بيبقى جي اوميجا، ده الاس بلين عندي. هاخد القيم اوقعها على الرسمه دي، لو القيم بتاعتي كانت ناحيه الشمال، شمال الجي اوميجا اكسس، وبالتالي هنقول هنا السيستم يبقى ستيبل. خلي بالك السيستم يبقى ستيبل لما كل الجذور تقع ناحيه الشمال كلها، اي جذر ناحيه اليمين او عندي مينيمم جذر من الجذور ناحيه اليمين يبقى السيستم على طول انستيبل، لازم كل الجذور تبقى ناحيه الشمال. لو الجذور عندي ناحيه اليمين كلها او احد الجذور ناحيه اليمين، يعني ممكن يبقى جذر والباقي ناحيه الشمال، مفيش مشكله، يبقى السيستم برضو انستيبل. يبقى عندي السيستم بيبقى انستيبل اذا كان مينيمم عندي احد الجذور ناحيه اليمين او كل الجذور ناحيه اليمين، عموما السيستم هيبقى انستيبل. في منطقه في النص على الجي اوميجا اكسس، لو الجذور ولا هي واقعه شمال ولا يمين، واقعه على المحور اللي في النص اللي هو الجي اوميجا، ده يطلق عليه كريتيكال ستيبل. يبقى عندي كريتيكال ستيبل لما الجذور تقع على الجي اوميجا اكسس او مارجينالي ستيبل. وبالتالي احنا جبنا الجذور بتاعت الكاركترستيك ايكويشن اللي هي خاصه بالسكند اوردر طلع بالشكل ده، كام الجذور دي بتعتمد على زيتا. يبقى عندي لما زيتا تساوي زيرو اعوض بزيرو هنا في المعادله عن زيتا، يطلق عليها نو دامبنج او اندامبد، بمعنى لما زيتا تساوي زيرو وزيتا هي الدامبنج ريشيو، يعني نو دامبنج يعني اندامبد يعني ما فيش اخماد للاوسيليشن. وبالتالي لو انا عوضت عن زيتا بزيرو هنا هيطلع الجذور عندي بالشكل ده موجب وسالب جي اوميجا ان،
خلي بالك هنا الجزء ده عبارة عن بيور imaginary، يعني ما فيهوش ريال، بيور imaginary عندي وكونجيجيت، يعني هيقع على الجي اوميجا اكسس لما انا هرسم الاس بلين بتاعه. جي اوميجا اكسس عندي، يبقى السيستم هنا يطلق عليه كريتيكال ستيبل او مارجينالي ستيبل، ده من ناحيه الاستابيليتي. اما من ناحيه زيتا يطلق عليه نو دامبنج او ان دامبد سيستم. وقلنا ان الخارج بتاع السيستم لما طبق عليه ستيب يعني اليو عندي واحد على اس، ان الاب يعمل اوسيليشن حوالين الواحد، عند الواحد كده هنا بيعمل اوسيليشن حوالين الواحد، بيعمل اوسيليشن بتردد ثابت، تردد الموجه دي هو الاوميجا ان، يبقى الاوميجا ان يطلق عليه ان دامبد ناتشرال فريكوانسي، ناتشرال فريكوانسي لان هو فريكوانسي، ان دامبد لان هو التردد في حاله ان زيتا بتساوي زيرو، وبالتالي الاوميجا ان هنا هو تردد الموجه اللي طالعه، يبقى ده اسمه ان دامبد عشان زيتا وقتها بزيرو، وفريكوانسي عشان انت بتجيب تردد، بتاخد الزمن هنا زمن الموجه الواحده بين الماكسيمم والماكسيمم، ده اسمه الزمن بتاع البيريود بتاعي، اقلبه هيديني الاوميجا ان. وزي ما قلنا ان هو بيعمل اوسيليشن بامبليتيود ثابت الى ما لا نهايه، يعني الامبليتيود ده مش بيزيد ولا بيقل، ثابت، ده يطلق عليه ان دامبد سيستم، والسيستم ده يبقى من ناحيه الاستابيليتي فهو كريتيكال. نروح للحاله الثانيه، ان انا هخلي زيتا من 0 لواحد، خلي بالك لا تساوي الزيرو ولا تساوي الواحد، احيانا بيسميها زيتا اقل من واحد، يطلق عليها اندر دامبد. كلمه اندر دامبد يعني تحت الاخمام، ركز معايا كده، دي الجذور اصلا، عوض عن زيتا من 0 لواحد، لما القيمه دي تبقى اقل من واحد تربيحها يبقى اقل من واحد، يبقى تاني عوض عن زيتا بنص، 75 من 100، 9 من 10، دايما لما تتربع القيمه الاقل من واحد بتقل، بتقل عن واحد اكتر، فبالتالي دايما القيمه دي هتبقى اقل من واحد، يعني هنا المقدار ده هيطلع اشاره سلب. طب ما انا هاخد اشاره سلبه بره الجذر، لما اخدها بره الجذر هتطلع بجي، وهاخد الاشاره السلبه من هنا معناها ان انا هبدل الترمين دول مع بعض، يبقى كده اخدت جي بره اهي عشان طلع سالب واحد بره الجذر، وبدلت الجذرين مع بعض، هنلاقي هنا الجذرين جزء ريال وجزء ايماجينري عندي، يعني ده عباره عن كومبلكس كونجيجيت. لو انا حطيته في الاستبلين هتلاقى ناحيه الشمال، ناحيه الشمال عشان السيستم ستيبل، هيبقى عندي الجذرين كده كونجيجيت، يعني على نفس المسافة من الريال اكس، يعني المسافة دي تساوي المسافة دي. الجزء الريال اللي هو سالب زيتا اوميجا ان اللي هو ناحية الشمال، عندي كمان جزء الماجنري اللي هو اوميجا ان في الجذر، مرة هيبقى بالموجب اهو، يبقى جي اوميجا ان في الجذر، ومرة بالسالب سالب جي اوميجا ان بالجذر، لكن جزء الريال ثابت للاتنين، ده الاس بلين بتاعه. لو انا رسمت الستيب ريسبونس عندي، بمعنى ان انا جبت الخارج بتاع السيستم لما انا طبقت اليو خليتها بواحد على اس، يطلع الشكل عندك كده، هتلاقاه بيعمل اوفر شوت في الاول كده، وبعد كده شويه اوسيليشن، وبعد كده بيستقر. خلي بالك هنا الاوسيليشن بيقل مع الزمن، بيحصل له اخماد، لان زيتا من 0 ل 1، فبالتالي الاوسيليشن بيحصل له اخماد، عشان كده يطلق عليها اندر دامبد، يعني تحت الاخماد، لان زيتا دايما بتعبر عن اوسيليشن عندي. نروح للحاله الثالثه، ان عندي زيتا بتساوي 1، ده يطلق عليه كريتيكالي دامبد. لما اعوض عن زيتا هنا بواحد، المقدار ده طار، هيطلع عندي سالب زيتا اوميجا ان، والزيتا عوض عنها بواحد تطلع سالب اوميجا ان. خلي بالك هنا ده مش جذر، ده عباره عن جذرين مكررين، يعني لما تيجي ترسمه في الاس بلين هيبقى عندك جذرين مكررين ناحيه الشمال، قيمه كل منهما سالب زيتا اوميجا ان وزيتا بواحد يطلع سالب اوميجا ان، جذرين مكررين. لما هرسم الستيب ريسبونس للخارج في حاله ان اليو عباره عن واحد، او يو اوف اس واحد على اس، عندي هيطلع بالشكل ده، شبيه او بالفيرست اوردر. ايه الاختلاف بينه وبين الفيرست اوردر؟ هتلقى فيه ديلي في الاول، في الفيرست اوردر بيطلع على طول كده مباشره من هنا، لكن هنا ده بيحصل له كده انحناء وبعد كده بيزيد ويستقر. هنا هنلقى مفيش اوفر شوت، هنا مش بيبقى فيه اوفر شوت، هنا بيطلع ويستقر عند الفاينل فاليو، يبقى ده اسمه كريتيكالي دامبد. السيستم هنا من ناحيه الاستابيليتي فهو ستيبل سيستم، اما من ناحيه زيتا فهو كريتيكالي دامبد. خلي بالك من المصطلحات، زيتا وقتها بتساوي واحد، هناخد برضو نفس الجذرين ونخلي زيتا المره دي اكبر من واحد. لما اخلي زيتا اكبر من واحد، يعني القيمه اكبر من واحد لما تتربع هتبقى اكبر من واحد بكتير، زي 2 4 ربعها دايما هتبقى اكبر من واحد بكتير، فالمقدار دايما ده اكبر من واحد، يبقى لتحت الجذر دايما موجب، فطول ما ده موجب يبقى ما فيش جهه هتطلع ولا حاجه، يبقى هيبقى نفس الجذرين هما ما فيش اختلاف. الجذرين دول عباره عن ريال، لان كل المقادير اللي هنا عباره عن ريال، وهيبقى عندي ناحيه الشمال، هيبقى عندي الجذرين مختلفين وناحيه الشمال، خلي بالك الجذرين مختلفين وناحيه الشمال، ده الاس بلين بتاعه. طيب الستيب ريسبونس عندي هيطلع شبيه بالشكل اللي هو في السلايد اللي فات، يطلع ويزيد لغايه ما يستقر عند الفاينل فاليو. هنا هتلاقى الزمن بتاعه متاخر شويه، بمعنى ان الريسبونس بتاعه متاخر، مش طالع سريع زي اللي فات، اللي فات كان سريع شويه،
لا ده هيبقى ابطا من السلايد اللي فات، يعني ابطا من زيتا لما تساوي واحد. ده الخارج في حاله زيتا اكبر من واحد، ده يطلق عليه اوفر دامبد. اوفر دامبد من ناحيه زيتا، لكن من ناحيه الاستابيلتي فهو ستيبل سيستم. انا جمعت لك الاربع رسومات على نفس الرسمه، لما عندي زيتا تساوي زيرو هتلاقيه بيعمل اوسيليشن كده نفس البدايه، بص كده نفس البدايه بيعمل اوسيليشن عندي بنفس التردد بنفس الامبليتيود، يطلق عليه ان دامبد او نو دامبنج، يبقى زيتا بتساوي زيرو. لما زيتا عندي من زيرو لواحد او زيتا اقل من واحد هتلاقيه يطلع كده يعمل بيك عالي قوي ويعمل شويه اوسيليشن بعد كده يستقر عند الفاينل فاليو. خلي بالك الحالة الأولانية لما زيتا تساوي زيرو مش بيستقر، بيعمل اوسيليشن مالناه، لكن زيتا أقل من واحد أو من زيرو لواحد هيعمل اوسيليشن شوية والاوسيليشن هيقل يقل لغاية ما يستقر. دي لما زيتا بتساوي واحد هتلاقيه يطلع كده ما يعملش اوفر شوت، لا هيطلع متأخر شوية وبعد كده يستقر عند الفاينل فاليو. لما زيتا تبقى أكبر من واحد بيبقى أبطأ من الحالة الأولانية، يطلع كده ويبقى أبطأ أبطأ لغاية ما يستقر عند الفاينل فاليو. الحالات بتاعتنا قلنا زيتا تساوي زيرو undamped، زيتا اقل من واحد يطلق عليه اندر دامبد، زيتا تساوي واحد كريتيكال دامبد، زيتا اكبر من واحد يطلق عليه اوفر دامبد. لو لاحظنا هنا ان السيستم لما زيتا تساوي زيرو بيعمل اوسيليشن حوالين مين؟ الريفرنس بوينت، حوالين الواحد. طبعا ده يعتبر عيب، ده اسمه كريتيكال ستيبل من ناحيه الاستابيلتي. زي انت لما تكون في الاسانسير وانت عايز تطلع الدور الرابع وانت في الدور الارضي، فبتضغط على السويتش للدور الرابع هتلقى الاسانسير معاك بيطلع وبعد كده بيعمل اوسيليشن بين الدور السادس والدور الثاني، وبالتالي مش بيستقر عند الدور الرابع. ده يعتبر عيب عمليا، عشان كده انا دايما بتجنب ان زيتا تبقى بزيرو. الريسبونس بتاعي عند زيتا بتساوي زيرو مرفوض. هنروح نبص على الثلاثه ريسبونس الباقيين، مين احسنهم من ناحيه السرعه؟ احسنهم من ناحيه السرعه زيتا اقل من واحد، تلقاه بيطلع بسرعه اهو بعد كده بيعمل اوسيليشن ويستقر. العيب فيه ان هو في اوفر شوت عندي عباره عن البيك اللي هنا او الاوفر شوت دي، فده يعتبر عيب. لكن من ناحيه السرعه فهو اسرع، اسرع من الاثنين الباقيين. لكن عند زيتا تساوي واحد بيبقى ابطا من الحاله الاولانيه، بس في ميزه ان ما فيهوش اوفر شوت عندي. زيتا تساوي واحد ابطا من حاله زيتا اقل من واحد لكن ما فيش اوفر شوت فيه، وعندي زيتا اكبر من واحد ده يعتبر تم عندي بطيء جدا، بطيء جدا هنا، وطبعا ده يعتبر عيب. احسن حاله في الحالات الاربعه قدامي ان زيتا تبقى من زيرو لواحد. الحاله دي هتقولي في اوفر شوت، لا احاول اتجنبها او اقللها شويه او اتحكم فيها، وبالتالي هندرس قوانين الخاصه عندي بزيتا من زيرو لواحد. ده يطلق عليها قلنا اندر دامب. لو لاحظنا عندنا هنا ان لما زيتا تبقى واحد من عشرة بيحصل اوفر شوت عالي في الاول ويعمل شويه اوسيليشن بعد كده يستقر. لما زيتا تزيد تبقى 2 من عشرة يبقى الاوسيليشن بيقل او الاوفر شوت بيقل. طب عند 8 من 10 بيقل اكتر، ليه بيحصل كده؟ لما زيتا تساوي 1 من 10 تقترب من الزيرو، لما زيتا تساوي 1 من 10 معناها بتقترب من الزيرو، ما تقترب من الزيرو يعني بتقترب من الكريتيكال اللي هو بيعمل اوسيليشن على طول، فعشان كده الاوفر شوت عندي بيزيد. يبقى كل ما زيتا تقترب من الزيرو الاوفر شوت عندي بيزيد، لان هو بيقترب من زيتا تساوي زيرو يعني بيقلب السيستم كريتيكال ستيبل. اما زيتا بتزيد 8 من 10 9 من 10 فهي تقترب من واحد. تقترب من واحد يعني الاوفر شوت بيختفي، بس في عيب ان السيستم بيبقى ابطا، يعني زيتا تساوي 1 من 10 السيستم بيبقى سريع، بص كده بيبقى سريع اهو. اما عند زيتا تساوي 8 من 10 السيستم بيبقى ابطا عندي من الحالات السابقه، فعشان كده لما زيتا تقل الاوفر شوت عندي بيزيد اهو. لما زيتا قلت الاوفر شوت عندي زاد. ايه هو الاوفر شوت؟ لو حسبنا قلنا ده الفاينل فاليو، هو المسافه اللي فوق الفاينل فاليو دي عباره عن بيك يطلق عليها اوفر شوت، بجيبها برسنتج طبعا، بجيبها كنسبه مئويه. يبقى طول ما زيتا بتقل يبقى ماكسيمم بيك عندي برسنتج او برسنتج اوفر شوت عندي اللي هو البيك دي كبرسنتج، خلي بالك مش قيمه بتزيد، والعكس لما زيتا تزيد يبقى الاوفر شوت عندي بيقل. انت بتحدد قيمه الاوفر شوت اللي انت عايزها كام وقتها تحدد زيتا اللي انت عايزها كام في المساله. لو رحنا للخارج اللي هو زيتا من زيرو لواحد وقلنا دي افضل حاله، عشان كده احنا هناخدها بالتفصيل. لو انا رسمت الخارج عندي هنا اهو بيعمل اوسيليشن وبيستقر عند الفاينل فاليو، الفاينل فاليو هنا هسميها سي فاينل، نقطه الاستقرار النهائيه هسميها سي فاينل. الجزء الاولاني ده يطلق عليه ترانزيان، اول ما يدخل منطقه الاستقرار ده اسمه الستيدي ستيت، يبقى الخط اللي بيستقر عنده السيستم في النهايه اسمه سي فاينل، او يطلق عليه سي ما لا نهايه، هو قيمه السي اوف تي لما عوض عن تي بما لا نهايه، يطلق عليه سي ما لا نهايه او سي فاينل. ركز معايا كده، هنا بيحصل عندي بيك، يعني لما ترسم الريسبونس اول بيك هنا دي بتبقى اكبر بيك، وقتها عندي هنا اكبر قيمه للخارج، اكبر قيمه للخارج هسميها سي ماكسيم. الزمن اللي بيحصل عنده اعلى بيك او اول بيك او الاوفر شوت عندي هسميه تي بي،
اللي هو البيك تايم، وبالتالي النقطة دي الخارج ده اللي اسمه سي ماكسيمم هو عبارة عن سي اوف تي لما عوض عن التي بالتي كابيتال بي. تاني، ما سي اوف تي دي عبارة عن الريسبونس ده، سي اوف تي بتتغير مع الزمن. لما اخد المعادلة اللي اسمها سي اوف تي وعوض عن تي بتي بيك هيطلع النقطة دي، النقطة دي اسمها سي اوف تي بيك او سي ماكسيمم، ودي اعلى نقطة عندي في الرسم من ناحية الخارج. يبقى ايه هو البيك تايم؟ هو الزمن اللي بيحصل عنده ماكسيمم اوفر شوت او ماكسيمم بيك فاليو او ماكسيمم اوتبوت. لو رحنا هنا ل 50% من الفاينل فاليو، دي الفاينل فاليو بتاعتنا اهي. لو رحت عند 50% من الفاينل فاليو هنا، قلت 50% من الفاينل فاليو ونزلت بالزمن كده لتحت، النقطه دي هسميها تي دي، الديلي تايم. تمام، ايه هو الديلي تايم؟ هو الزمن اللي بيوصل عنده الخارج ل 50% من الفاينل فاليو بتاعه. لو انا خدت 10% من السي فاينل وعملت اسقاط، ورحت ل 90% من الفاينل فاليو وعملت اسقاط، وطرحت الزمن ده ناقص الزمن ده يديك الفرق ده. الزمن الفرق ده عباره عن التي ار، الرايز تايم. ايه هو الرايز تايم؟ هو الزمن اللي بياخده الخارج عشان يطلع من 10% من السي فاينل ل 90% من السي فاينل. يبقى تاني، الرايز تايم هو الزمن اللي بياخده الخارج عشان يطلع من 10% من السي فاينل ل 90% من السي فاينل. طبعا 90% معناها 9 من 10 سي فاينل، 10% سي فاينل معناها 1 من 10 سي فاينل. تعريف تاني اسمه التايم كونستانت. التايم كونستانت عندي ان انا بجيب عند 63% من الفاينل فاليو، 63% من الفاينل فاليو، هنزل كده لتحت على الزمن عندي هيبقى عندي تي كونستانت او تي سي، اسمه التايم كونستانت، وهو الزمن اللي بيوصل عنده الخارج ل 63% من الفاينل فاليو. نروح بعد كده، قلنا ده السي فاينل، ده القيمه النهائيه اللي بيستقر عندها الخارج. هعمل خطين، خط فوق وخط تحت، بس الخط ده هرسمه عند ايه؟ باخد بلس وماينس 2% من السي فاينل. السي فاينل دي انت هتحسبها هتبقى بقيمه 1 10 20 قيمه ثابته، واجيب منها بلس وماينس 2%، يبقى على الخط ده هتحرك فوق بلس 2% وانزل تحت منه ماينس 2%. وبالتالي لما انا اتحرك فوق بلس 2% وعندي ده السي فاينل لو كان ب 10 اجمع عليه 2% من قيمته، هيبقى القيمه عندي 1.2% من السي فاينل. لما انت تنزل هنا على الخط ده ب 2% من السي فاينل، وقتها القيمه دي هتبقى عندي 98% سي فاينل. هرسم الخطين دول، هاجي عند نقطه معينه واسميها تي اس اللي هي السيتلينج تايم. ايه هو السيتلينج تايم؟ هو الزمن اللي بيدخل فيه الخارج في منطقه بلس وماينس 2% من السي فاينل ومش بيطلع تاني. يبقى ايه هو السيتلينج تايم؟ تي اس هو الزمن اللي عنده بيدخل الخارج في منطقه بلس وماينس 2% من السي فاينل وبيدخل في المنطقه دي ومش بيطلع تاني. طب بص كده، ادي الخارج يجي عند النقطه دي، دخل المنطقه دي اهو، ما عند النقطه دي بعدها دخل، يبقى دي عباره عن سيتلينج تايم. لا، ليه؟ لان بعدها شويه كده هتلاقيه طلع بره المنطقه تاني. طول ما طلع بره المنطقه يبقى النقطه دي مش سيتلينج تايم. تيجي عند النقطه دي، النقطه دي بعدها مباشره دخل جوه المنطقه اهو، دخل بين الخط الفوق والخط اللي تحت، دخل هنا بين الفوق اللي تحت، يبقى ده نسميها سيتلينج تايم. غلط برضو. ليه؟ لان هو دخل في المنطقه دي هنا بعدها بشويه طلع تاني. نيجي عند النقطه دي، النقطه دي بعدها دخل في المنطقه هسميها سيتلينج تايم. طب هل بعدها طلع تاني؟ لا، ما طلعش، هتلقى الاوسيليشن دخل المنطقه لغايه ما يستقر في النهايه. وبالتالي النقطه دي عندها الاوتبوت دخل المنطقه دي وما طلعش تاني. طول ما طلعش تاني طلعش بره المستقيمين اللي فوق ولتحت، وبالتالي النقطه دي هسميها سيتلينج تايم. يبقى السيتلينج تايم هو الزمن اللي عنده الخارج بيدخل المنطقه بلس وماينس 2% ومش بيطلع تاني. خلي بالك السيتلينج تايم ليه اكتر من تعريف، انا رسمت مستقيم فوق وتحت عند ماينس وبلس 2%، ممكن تبقى ماينس وبلس 5%. يبقى القيمه دي هتبقى 1.05 من السي فاينل، القيمه دي هتبقى 0.95 من السي فاينل، وترسم المستقيمين بنفس التعريف. هنروح للقوانين عندنا للاندر دامبت اللي هي زيتا من 0 لواحد او زيتا اقل من واحد. قلنا دي عباره عن الجذرين اللي هو الروتس بتاع الكاركترستيك ايكويشن او البولز بتاعت السيستم. لما انا رحت رسمتهم على الاس بلين، رحت انا رسمت الجزء ده الريال اللي هو سالب زيتا اوميجا ان، طلعت فوق بموجب جي اوميجا ان الجذر، ونزلت تحت بسالب جي اوميجا ان الجذر. ركز معايا كده، الجزء الريال عندي اللي هو سالب زيتا اوميجا ان
ده موجود على الجزء الريال. السالب انزلها سالب وزيتا اوميجا ان هسميها سيجما دي. عندي الجزء الايماجينري هنا، ده الجزء الايماجينري اللي هو الطول ده، عباره عن اوميجا ان في الجذر مضروب في جي. ممكن اخلي الجي زي ما هي واوميجا ان الجذر دي هسميها اوميجا دي. وبالتالي لما اشيل زيتا اوميجا ان هتبقى سالب سيجما دي، لما هشيل اوميجا ان الجذر تبقى اوميجا دي. ايه هي السيجما دي؟ هي الجزء الريال من البولز، الجزء الريال بتاع البولز. اما الاوميجا دي هي الجزء الماجينري بتاع البولز، والاوميجا دي يطلق عليها دامبد فريكوانسي. عندي ليه دامبد فريكوانسي؟ لان اصلا الاوميجا دي بتساوي اوميجا ان جذر واحد ناقص زيتا تربيع اللي هي من هنا. طب ما هو اوميجا ان عباره عن فريكوانسي، يبقى الاوميجا دي عباره عن فريكوانسي. ليه؟ لان الزيتا ملهاش وحده، فبالتالي الاوميجا دي والاوميجا ان الاثنين وحدتهم راد بير سكند. سمينا الاوميجا ان ناتشرال فريكوانسي او ان دامبد ناتشرال فريكوانسي. الاوميجا دي بتعتمد على الزيتا وعلى الفريكوانسي، عشان كده يطلق عليه دامبد فريكوانسي. عندي ده مين؟ الاوميجا دي. المسافه الريال دي قلنا عباره عن مقلوبها يبقى التايم كونستانت، مقلوبها عباره عن التايم كونستانت. يبقى انا لو مسكت القيمه دي قلبتها يديني التايم كونستانت، يبقى عباره عن زيتا اوميجا ان بتساوي ايه؟ مقلوب التايم كونستانت. يبقى القيمه دي عباره عن سالب 1 على تي سي. وقلنا التايم كونستانت هو الزمن اللي بيوصل عنده الخارج ل 63% من الفاينل فاليو. هيبقى عندي المقلوب ده عباره عن تايم كونستانت، او القيمه دي عباره عن مقلوب التايم كونستانت بالسالب طبعا عشان يبقى هنا جزء الريال. لو انا مسكت الجذر الاولاني ووصلته بنقطه الاصل، او الجذر الثاني ووصلته بنقطه الاصل، خلي بالك بيبقى كونجيجيت، يعني المسافه دي بتساوي المسافه دي. وبالتالي لما توصل كده واوصل كده، الفاي دي هقيسها من الوتر ده اللي هو واصل من نقطه الاصل للجذر للجزء مين؟ الريال. هقيس الزاويه دي هنا كده. لو انت وصلت الخط كده وقست الزاويه هتطلع نفس الزاويه فاي عشان في تماسك. يبقى ايه هي فاي؟ هي الزاويه بين المستقيم الواصل بين نقطه الاصل والجذر مع الريال اكس، تمام؟ يبقى دي الزاويه عندي، الزاويه الحاده. خلي بالك مش الوتر ده عباره عن وتر في المثلث قائم الزاويه؟ بص كده، المثلث ده قائم الزاويه، الجزء ده عباره عن زيتا اوميجا ان، والجزء ده عباره عن اوميجا ان الجذر. هتقول لي في جي؟ لا انا بتكلم على طول. يبقى الطول ده عباره عن زيتا اوميجا ان غير سالب، والطول ده عباره عن اوميجا ان جذر واحد ناقص زيتا تربيع. لو انا مسكت القيمه دي ربحتها والقيمه دي ربحتها وجمعت الاثنين يطلع ايه؟ يطلع مربع الوتر. مربع الوتر يبقى اوميجا ان تربيع. جبت اوميجا ان تربيع ازاي؟ فك دي وفك دي واجمع وخلص، هتلقى الناتج عباره عن اوميجا ان تربيع. يبقى اوميجا ان تربيع ده مربع الوتر. طب ما تجيب له الجذر، يبقى طول الوتر اوميجا ان. يبقى الاوميجا ان هي طول الوتر. ايه هي الاوميجا دي؟ هي اللي عندي الارتفاع من ناحيه الجي اوميجا، من ناحيه الجي اوميجا. هي عباره عن الايماجينري بتاع الجذر. يبقى الاوميجا دي هي الايماجينري بتاع الجذر اللي هي الارتفاع ده. ايه هي السيجما دي؟ هي الجزء الريال بتاع الجذر. ايه هي الاوميجا ان؟ هي طول الوتر الوصل من نقطه الاصل للجذر. وبالتالي الاوميجا ان عباره عن ايه؟ احنا قلنا المثلث ده قائم الزاويه. يبقى الاوميجا ان عباره عن جذر، لو انا عايز احسبها، اللي هو الريال تربيع زائد الماجنا تربيع، تمام؟ والريال ده عباره عن سيجما دي، والماجنا عباره عن اوميجا دي. هتلاقي الجذر يطلع مين؟ اوميجا ان. احنا قلنا ان الزاويه دي فاي، الزاويه فاي دي لو انا عايز اجيب التان، تان فاي عباره عن ايه؟ مقابل على مجاور في المثلث قائم الزاويه دي. يبقى تان فاي المقابل فين؟ اللي هو الجزء ده كله، اللي هو الاوميجا دي، الاوميجا دي اللي هي بالقيمه دي، تمام؟ على الريال اللي هنا ده اللي هو سيجما دي او زيتا اوميجا ان. هتقول يا باشمهندس في اشارات سلبيه، لا انا مش باخد الاشارات، سيبك من الاشارات خالص، وسيبك من جيل ان انت بتقيس اطوال. لو انا شلت اوميجا ان مع اوميجا ان يطلع القانون بالشكل ده، يبقى تان فاي عندي بتطلع بالقيمه دي. يبقى الفاي وقتها بتساوي تان ماينس 1 القيمه دي. خلي بالك وقتها هتبقى ديجري الزاويه اللي تطلع بالتقدير 60. لو انا جبت كوزين فاي، ركز، كوزين فاي عباره عن ايه؟ عباره عن المجاور على الوتر. طب ما هالمجاور زيتا اوميجا ان والوتر اوميجا ان، اسم الاثنين على بعض يطلع عندك زيتا. يبقى انا اجيب كوزين فاي عباره عن مجاور على الوتر، اللي هي زيتا اوميجا ان على اوميجا ان، تطلع بزيتا. يبقى كوزين فاي هي زيتا، او زيتا عندي هي كوزين فاي، وبالتالي فاي عباره عن كوزين ماينس 1 لزيتا. من الشكل اللي قدامك ده، لما انا هخلي فاي ب 90، مش دي فاي؟ لما اخليها ب 90 يطلع شكل ازاي؟ او تقترب من 90، تقترب من 90 يبقى المستقيم ده هيتحرك لفوق كده. بص كده، المستقيم ده هيتحرك لفوق. لما فاي تقترب من 90 خلي 90، يبقى كوساين 90 بكام؟ بزيرو. يبقى زيتا وقتها تبقى بزيرو. يعني كل ما المستقيم ده، خلي بالك بنفس الطول، مش هغير طوله، بنفس الطول كده هحركه لفوق. يعني الزاويه بتقترب من 90،
كل ما الزاوية تقترب من 90 يبقى زيتا تقترب من الزيرو، يبقى حط هنا 90 كوزين 90 بزيرو يبقى زيتا تقترب من الزيرو. كل ما فاي تقترب من 90 زيتا تقترب من الزيرو، معناه السيستم الاوسيليشن بتاعه بيزيد. ليه؟ لان العلاقه بين زيتا والاوفر شوت علاقه عكسيه، تمام؟ وبالتالي ده هيزود الاوفر شوت عندي. وبالتالي فاي لما تزيد زيتا تقل، ما هو فاي لما تزيد زيتا تقل، وقتها الماكسيمم اوفر شوت عندي برسنتج او ماكسيمم بيك عندي هيزيد. يبقى العلاقه بين فاي والاوفر شوت علاقه طرديه، يعني كل ما زاويه فاي تزيد كده تزيد كده في الاتجاه ده، معناه الاوفر شوت بتاع السيستم يزيد، معناه البيك بتزيد. خلي بالك من الكلام ده عشان هيبقى مهم في سلايدات قادمه. لو انا عندي فاي اقتربت من زيرو، كلمه فاي تقترب من زيرو يعني المستقيم ده هيقترب من الريال عندي، الفاي هنا دي تقترب من زيرو، كوزين زيرو بكام؟ واحد. يبقى زيتا تقترب من واحد. الزيتا تقترب من واحد معناه ان الاوسيليشن عندي او البيك عندي بتختفي او الاوفر شوت بيختفي، والكلام ده شرحناه في السلايدات اللي قبل كده. يبقى فاي تقترب من زيرو وقتها زيتا تقترب من واحد، ان عندي الاوفر شوت بيقل، ديكريزنج اوفر شوت برسنتج، وبالتالي لما فاي بتقل زيتا بتزيد وعندي الماكسيمم اوفر شوت برسنت. الكلام ده مهم عشان الرسم. وبالتالي القوانين عندنا، احنا قلنا فاي عباره عن تان ماينس 1، القيمه دي الزاويه هتطلع ديجري، انا هستخدمها في المسائل بالراديان. فاي اللي طالعه هنا بالديجري عشان احولها الراديان، خد القيمه اللي طلعت من فوق اهي، هضربها في باي على 180 تطلع بالراد. عندي كمان، او ممكن ما تجيبش فاي من هنا، ممكن تجيبها من هنا، فاي عباره عن كوزين ماينس 1 زيتا، الزاويه اللي هتطلع هنا بالديجري اضربها في باي على 180 عشان تطلع راديان. ممكن استخدم القوانين دي عشان اجيب فاي، او القانون ده عشان اجيب فاي. يبقى خلال المسائل ممكن تستخدم ده او ده، الاثنين صح. الاوميجا دي اللي هو دامبد فريكوانسي عباره عن اوميجا ان الجذر راد بير سكند وحدته، واحنا قلناها قبل كده. الرايز تايم عباره عن ايه؟ قلنا اللي هو الزمن اللي عنده الخارج بيطلع من 10% ل 90% من الفاينل فاليو، عباره عن باي ناقص فاي على اوميجا دي. الباي هنا بالراديان يعني 3.14 من 100، الفاي هنا عباره عن راديان اللي هي جايه من الناتج ده او من الناتج ده، الاوميجا دي انت جايبها فوق، يبقى انا اعوض هنا اجيب التي ار اللي هو الرايز تايم. لو انا عايز البيك تايم عندي، البيك تايم عباره عن الباي على الاوميجا دي، التي بي عباره عن باي على الاوميجا دي، الاوميجا دي راد بير سكند، الباي عندي بالراد اللي هي 3.14 من 100، هتخلص الوحده دي تطلع الزمن بالسكند. وبالتالي من المعادله هنا الاوميجا دي لما تزيد التي بي تقل، لان العلاقه عكسيه، يبقى الاوميجا دي لما تزيد التي بي بتقل. ايه معنى الكلام ده؟ مش قلنا الاوميجا دي عباره عن الايماجينري بتاع الجذر عندي، اللي هو الارتفاع ده عباره عن ايه؟ الايماجينري بتاع الجذر، يعني كل ما الارتفاع ده زاد التي بي بيقل. ايه معنى التي بي بيقل؟ معنى الزمن اللي بيحصل عنده البيك بيقل، معنى الزمن اللي بيحصل عنده الاوفر شوت بيقل، الزمن نفسه اللي بيقل. والاوميجا دي لما تقل التي بي بيزيد. الكلام ده مهم طبعا في الرسم. تايم كونستانت عندي، قلنا التايم كونستانت عباره عن مقلوب الجزء الريال، مقلوب الجزء ده، يبقى عباره عن واحد على سيجما دي او واحد على زيتا اوميجا ان، مش السيجما زيتا اوميجا ان، يبقى ده المقلوب، يبقى كده الوحده هتطلع بالسكند. وخلي بالك العلاقه بين التايم كونستانت والسيجما دي علاقه عكسيه، كل ما سيجما دي بتزيد التايم كونستانت بيقل، والعكس صحيح. معنى الكلام ده كل ما الجزء الريال اللي هو خاص بالبولز يزيد التايم كونستانت يقل، كل ما الجزء ده يزيد التايم كونستانت بتاع السيستم يقل. كلمه التايم كونستانت قل يعني السيستم يبقى اسرع، يعني السيجما دي لما تزيد التايم كونستانت يقل، معنى السيستم يبقى اسرع، والعكس هنا السيستم يبقى ابطا، يبقى ابطا في الترانزيان. السيتلينج تايم قلنا ليه قانونين، يا اما عند 2% بلس وماينس 2% من الفاينل فاليو، يا اما 5%. قانون ال 2% هو عباره عن 4 تايم كونستانت، يبقى السيتلينج تايم عباره عن 4 في التايم كونستانت. تايم كونستانت انا جايبه اللي هو 1 على سيجما دي اضربها في 4، او 1 على زيتا اوميجا ان اضربها في 4، الزمن يطلع بالسكند. قلنا السيتلينج تايم عندي لل 5% عباره عن 3 تايم كونستانت، عباره عن 3 على سيجما دي او 3 على زيتا اوميجا ان. لو رحنا للماكسيمم اوفر شوت او الماكسيمم بيك برسنتج، خلي بالك بتبقى برسنتج نسبه مئويه مش ابسوليوت فاليو، بجيبها ازاي؟ دي علاقه في زيتا، عباره عن اكسبوننشال سالب باي زيتا على جذر، عندي باي 3.14 من 100 لانها بالراديان، وبضرب القيمه اللي طالعه من هنا في 100% عشان تتحول لنسبه مئويه، او الاوفر شوت عندي عباره عن السي ماكسيمم ناقص السي فاينل فاليو على السي فاينل فاليو اضربها في 100. السي ماكسيمم هي السي عند التي بي، احنا قلنا في الرسمه ان السي ماكسيمم عباره عن السي عند التي بي ناقص السي مال نهايه، دي معناها الفاينل فاليو على الفاينل فاليو، اضربها في 100%. ناخد امثله على الماكسيمم اوفر شوت عشان نفهم الموضوع.
عندك رسمه بالشكل ده. هنلقى هنا السيستم او الخارج بيعمل اوسيليشن شويه وبعد كده يستقر. يستقر عند كام؟ عند الواحد. يبقى الواحد ده هو السي فاينل اللي هو سي ما لا نهايه، او يطلق عليه سي اس اس. سي عند الستيدي ستيت، لو رحنا الاول بيك او اعلى بيك في الاول كده، لو نزلنا كده هيديني الزمن. يبقى الزمن ده مدهوني بثلاثه، يبقى ده عباره عن التي بي اللي هو البيك تايم. قال لي المسافه من هنا لهنا الارتفاع ده عباره عن 25 بعد العلامه العشريه تقريبا، فبالتالي الارتفاع ده عندي النقطه دي عباره عن سي ماكسيمم، النقطه دي عباره عن السي فاينل. هيطرح السي ماكسيمم ناقص السي فاينل يديك الفرق ده، الفرق ده اللي هو 25 من 100. الماكسيمم اوفر شوت للرسمه دي عباره عن القانون ده عوض عن زيتا. طب انا ما عنديش زيتا، لا انا عندي الرسم، هجيبها ازاي من الرسمه؟ يبقى السي عند التي بي ناقص السي فاينل على السي فاينل. طب السي تي بي اجيبها ازاي؟ خلي بالك الفرق ده عباره عن 25 من 100 والسي فاينل بواحد. طب لو انا عايز النقطه اللي فوق دي اعمل ايه؟ يبقى اجمع واحد زائد المسافه دي يطلع عندي واحد وربع تقريبا. يبقى ده عباره عن سي ماكسيمم. يبقى السي ماكسيمم عباره عن واحد وربع تقريبا، هتاخده طبعا بالقيمه كامله، ناقص السي فاينل عندي بكام؟ بواحد، على السي فاينل اللي هو بواحد اللي هو السي مال نهاية، اضربها في 100 تطلع عندي برسنتج. او مش السي عند التي بي ناقص السي فاينل، خلي بالك السي ماكسيمم او السي عند التي بي ناقص السي فاينل هيديك المسافه دي. المسافه دي اللي هي الفرق، هو مديك الفرق جاهز. يبقى المسافه اللي فوق دي او الفرق اللي فوق ده عباره عن المسافه دي. المسافه دي حطها على طول واقسمها على السي فاينل يطلع لك القيمه، اضربها بس في 100 يطلع عندي 25.4. ناخد مثال ثاني عشان الموضوع يتضح. لو انا عندي الخارج هنا عباره عن اكس مع التايم، خلي بالك السي فاينل عندي بواحد من عشر، واحد من عشر. هو بيقول لي عندي الفرق هنا ب 5900 بعد العلامه العشريه قدم. خلي بالك هنا القانون عندي في الماكسيمم بيك بيتكتب كده جنبها برسنتج، لان دي النسبه مئويه، عباره عن الاكس لان الخارج اكس عند التي بي عند اول بيك عباره عن الاثنين اللي هو التي بي ناقص اكس ما لا نهايه اللي هي الفاينل فاليو الخاصه بالاكس. اطرح الاثنين من بعض اللي هو يديني المسافه دي اللي هو الفرق اللي هو القيمة دي على الاكس فاينل عندي اللي هي 1/10، اعوض القيمة دي على 1/10 اضربها في 100 تطلع عندي برسنتج 9.5%. نروح لحاجة مهمة، بيقول لي الستيب ريسبونس للسكند اوردر اندر دامبد، يعني زيتا من 0 ل1 سيستم از بولز موف، لما البولز عندي بتتحرك على رسم في الاس بلين. ركز معايا كده، عندي جذرين، الجذر الأول عند 1 والجذر الثاني عند 2، وقال لك أنا بتحرك من 1 ل2. أنا عايز أرسم الريسبونس على طول. أرسم الريسبونس إزاي؟ أول حاجة هوصل النقطة دي بنقطة الأصل، وأوصل النقطة دي بنقطة الأصل. قلنا إن الخط ده بيصنع زاوية مع محور الريال اسمها فاي. يا ترى فاي بتاعت مين اللي أكبر؟ أدي الأولاني، هيبقى دي فاي بتاعته عبارة عن فاي واحد، وده التاني الفاي بتاعته عبارة عن فاي اتنين، مين الأكبر؟ معروف إن فاي واحد هي الأكبر. بصوا كده على الرسم، فاي واحد هي الأكبر. وقلنا طول ما فاي بتزيد يبقى زيتا بتقل، يبقى الماكسيمم أوفر شوت برسنتج بيزيد. يعني العلاقة بين فاي والأوفر شوت علاقة طردية. فاي واحد هي الأكبر، يبقى عندي السيستم الأولاني الأوفر شوت بتاعه هيبقى أكبر. يبقى تاني من الرسم هروح أجيب فاي واحد وفاي اتنين، فاي واحد هي الأكبر. طول ما فاي واحد هي الأكبر يبقى مباشرة الماكسيمم بيك واحد برسنتج هي الأكبر. ايه معنى الكلام ده؟ يعني الاوفر شوت هيبقى اكبر بالنسبه للسيستم الاول، ده من ناحيه الرسم اللي هي الاوفر شوت اللي هي فوق الفاينل فاليو. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، لو انا جيت على الجي اوميجا اكسس، مش قلنا المسافه دي او النقطه دي عباره عن جي اوميجا دي؟ مش قلنا الاوميجا دي هو الايماجينري بتاع البول، وايه علاقته بالتي بي؟ انا لسه قايل من القوانين تي بي عباره عن باي على اوميجا دي، يعني التي بي والاوميجا دي علاقه عكسيه، يعني الاوميجا دي لما تزيد التي بي بتقل. طب بالنسبه للجذرين الاوميجا دي اتغيرت؟ لا ثابته اهو، لان هي الارتفاع مين؟ الراس. طول ما الاوميجا دي ثابته للجذرين معناها ان التي بي ثابته للجذرين، يبقى الاوميجا دي 1 بتساوي اوميجا دي 2، يبقى التي بي 1 بتساوي تي بي 2. ايه معنى الكلام ده؟ يعني الزمن اللي بيحصل عنده الاوفر شوت بتاع الاول بيساوي الزمن بتاع السيستم الثاني اللي بيحدث عنده الاوفر شوت. تاني، يبقى طول ما الاوميجا دي ثابته يبقى التي بي ثابته، يبقى وقتها الزمن اللي بيحصل عنده الاوفر شوت الخاص بالاول بيساوي الزمن اللي بيحصل عنده الاوفر شوت الخاص بالثاني. نيجي نرسم، ركز معايا كده، هو عندي اتنين بول بس، يبقى الماكسيمم اوفر شوت الخاص بالاول هو الاكبر، يبقى الثاني رقم 2 يبقى اقل طبيعي. يبقى هاجي هنا عند نقطه، عند نقطه التي بي 1 بتساوي تي بي 2، حط نقطة هنا كده، قول النقطة دي تي بي 1 بتساوي تي بي 2. مش قلنا إن الزمنين متساويين وكلمة تي بي يعني بيحصل عندها ماكسيمم أوفر شوت، ماكسيمم أوفر شوت عندي. مين اللي هيحصل له ماكسيمم أوفر شوت عندي؟ مين الأكبر فيهم؟ واحد اللي هو السيستم الأول.
يبقى اجي للسيستم الاول اعمل اوفر شوت اكبر، اما السيستم الثاني اعمل اوفر شوت اقل، بس الاثنين اوفر شوت عندي بيحصلوا عند نفس النقطه اللي هي عند تي بي 1 بتساوي تي بي 2 اللي هي نفس القيمه. والاولاني هيعمل شويه اوسيليشن اعلى وبعد كده يستقر، الثاني هيعمل اوسيليشن اقل وهيستقر. الرسم ده مهم طبعا. وبالتالي عندي الفريكوانسي ذا سيم. ايه هو الفريكوانسي؟ اللي هو الاوميجا دي. الحاله الاولانيه لما انا رسمت كده هتلاحظ ان زيتا بتتغير، وقتها الاوفر شوت بيتغير، لكن الاوميجا دي ثابته، فعشان كده انا كتبت لك ويز كونستانت ايماجينري بارت ويز كونستانت فريكوانسي، كونستانت ايماجينري بارت او كونستانت فريكوانسي. لو رحنا للرسمه دي هنلقى الثلاث جذور هنا، لو انا رسمت خط كده ووصلتهم بنقطه الاصل هنلقى الثلاث جذور بيمروا بنفس الخط. عندي فاي هي الزاويه بين المستقيم والريال، فاي للثلاثه هتبقى ثابته صح؟ احنا قلنا لما فاي بتزيد الماكسيمم اوفر شوت عندي بيزيد، العلاقه الطرديه من الاثنين. طب مش الثلاثه ليهم نفس الفاي؟ يبقى هم ليهم نفس الفاي، يبقى ليهم نفس الزيتا، يبقى ليهم نفس الماكسيمم اوفر شوت. يبقى هنا الاوفر شوت بتاع الثلاثه ثابت. نروح للاوميجا دي للارتفاع الراسي. الارتفاع الراسي بتاع كل واحد بيتغير. الارتفاع الراسي بتاع الاول جي اوميجا دي 1. طب الارتفاع الراسي بتاع الثالث جي اوميجا دي 3. طب الثاني جي اوميجا دي 2. احنا قلنا الاوميجا دي لما تزيد التي بي بتقل، يعني العلاقه بين الاثنين علاقه عكسيه. مين اللي اكبر في الاوميجا دي؟ 3 هو اكبرهم في الاوميجا دي، لان هو الارتفاع الراسي اكبرهم في الاوميجا دي. طول ما 3 اكبرهم في الاوميجا دي يبقى اقلهم من ناحيه التي بي. هنروح لواحد، واحد هو اقلهم من ناحيه الاوميجا دي، وبالتالي هو اكبرهم في التي بي. الواحد اقلهم في الاوميجا دي يبقى اكبرهم في التي بي. طب الاثنين في المنتصف، يبقى هو في المنتصف بين تي بي 1 وتي بي 3. نرسم. لما ارسم خلي بالك الماكسيمم اوفر شوت ثابت وعندي كمان التي بي مختلف. نرسم، يبقى عندي الثلاثه بصوا كده على نفس الخط، الارتفاع ده والارتفاع ده والارتفاع ده، الثلاثه ثابت لانهم نفس الماكسيمم اوفر شوت، لانهم نفس زيتا، عشان كده انا كتبت لك ويز كونستانت دامبنج ريشيو زيتا. هل البيك تايم ثابت للثلاثه؟ لا مختلف. مين الاقلهم؟ تي بي 3 ده الاقل، مش المحور ده عباره عن محور الزمن. ايه معنى تي بي 3 اقلهم؟ يعني هو الاول في المحور، يعني عندي تي بي 3 يطلع لي سيستم 3 كده، عندي تي بي 2 لان هو في المنتصف يطلع السيستم الثاني. طب مين الاكبر؟ تي بي 1 اكبرهم على الاطلاق، يبقى عندي تي بي 1 هيبقى هو الاكبر على التايم اكس عندي، يبقى اجي فوق كده يبقى عندها ده هيبقى السيستم الاول. يبقى تاني، يبقى التلاته ليهم نفس الاوفر شوت عشان التلاته ليهم نفس الزيتا، يبقىهم نفس الارتفاع من محور التايم، لكن التلاته اوفر شوت عندي بيحصلوا عند تلات ازمنه مختلفه. رقم تلاته الاوفر شوت بتاعه بيحصل عند تي بي تلاته، وتي بي 3 هو الاقلهم عشان كده خليته في الاول. عندي السيستم الثاني هيبقى في النص، يبقى اجي كده اعمل الثاني بعده هيبقى تي بي 2. هاجي ارسم الثالث الاوفر شوت بتاعه بيحصل عند تي بي 1، قلنا تي بي 1 هيبقى اكبر هون، يبقى اكبر الثلاثه على محور الزمن، يبقى تي بي 1 هيبقى الاكبر من ناحيه الزمن هنا. تمام، يبقى الرسم قدامك بالشكل ده. نروح للحاله الثالثه. الحاله الثالثه عندي ان يبقى عندي جذور بتتحرك في اتجاه راسي. يبقى احنا خدنا الحاله الاولى بيتحركوا في اتجاه افقي ناحيه الشمال، خدنا بعد كده بيتحركوا في اتجاه دايجونال، الحاله الثالثه بيتحركوا في اتجاه راسي. يلا مع بعض نبدا كده، هنوصل كل واحد بنقطه الاصل. يبقى الاولاني واحد ده ليه زاويه هسميها فاي 1، الثاني ليه زاويه هسميها فاي 2، الثالث ليه زاويه فاي 3. وقلنا ان فاي لما تزيد زيتا تقل، الماكسيمم اوفر شوت عندي بيزيد. مين الاكبر من ناحيه فاي؟ مين الاكبر؟ يبقى ده 3 اهو، هتلقى فاي 3 هي الاكبر، اما 1 فاي 1 هتبقى الاقل. طول ما عندك 3 جذور لازم تعرف مين الاكبر ومين الاقل، لكن لما يبقى جذرين الموضوع سهل، هتعرف الاكبر يبقى الثاني مباشره اقل. طول ما 3 جذور يبقى اعرف مين الاكبر ومين الاقل، اوتوماتيك الثلاثه ما بينهم يعني، يبقى الاكبر زاويه هي فاي 3، وبالتالي هيبقى زيتا 3 هي الاقل، يبقى الماكسيمم اوفر شوت الخاص بالسيستم 3 هو الاكبر. لو رحنا لفاي 1، فاي 1 عندي هتبقى هي الاقل، يبقى وقتها مباشره عندها الاقل من ناحيه الماكسيمم اوفر شوت. ده نقطه مهمه في الرسم، لان انا برسم عليها المسافه الراسيه من التايم اكسس عندي. نروح للاوميجا. عند 1 هتبقى جي اوميجا دي 1، عند 2 هتبقى جي اوميجا دي 2، عند 3 جي اوميجا 3. مين الاكبر في الارتفاع الراسي؟ اوميجا دي 3 هي الاكبر،
وقلنا ان العلاقه بين اوميجا تي والتي بي علاقه عكسيه. الاوميجا دي 3 هي الاكبر، هي الاكبر في الارتفاع الراسي، يبقى تي بي 3 هو الاقل على الاطلاق. لو رحنا الواحد، الارتفاع الراسي بتاع واحد اسمه اوميجا دي 1، اوميجا دي 1 هو الاقل، يبقى تي بي بتاعه اكبر على الاطلاق. طب تي بي 2 في منطقه وسيطه بين الاثنين. نروح نرسم، يبقى انا هرسم من ناحيه الاوفر شوت وهرسم من ناحيه الزمن. مين الاكبر من ناحيه الاوفر شوت؟ يبقى الاكبر هو 3، مين الاقل؟ يبقى 1. يبقى بص كده، 3 هيبقى الاكبر، 2 اقل شويه، 1 الاقل. يبقى 3 هو الاكبر، 2 اقل شويه، 1 هو الاقل. من هنا ركز معايا كده، هيبقى زمن السيستم الثالث اقلهم، يعني الاوفر شوت بتاع السيستم 3 هيبقى الزمن بتاعه هو الاقل. تاني، اول حاجه بتروح ترسم من ناحيه الاوفر شوت، يبقى في واحد اكبر وفي واحد اقل وفي واحد اقل خالص، يبقى ترسم واحد كبير، واحد اقل، واحد اقل. طب هل الزمن ثابت ولا متغير؟ لا متغير. يبقى الاكبر بتاعهم اللي هو سيستم 3، سيستم 3 الاكبر اهو، هروح للزمن بتاعه، الزمن بتاعه هيبقى اقل زمن. يترسم اول رسم، يبقى تي بي 3 هو الاقل، لان المحور ده محور الزمن، فالقيمه دي هتبقى هي الاقل. وقتها من ناحيه سيستم 3 عنده الماكسيمم اوفر شوت. هنروح لتي بي 2 هيبقى بعده، هنروح لتي بي 1 هيبقى بعده. فين السيستم الاول؟ ادي السيستم 1، هيبقى عندي تي بي 1 هنا هيبقى عنده اقل اوفر شوت، لان عنده اقل اوفر شوت، هو من ناحيه الزمن اكبر زمن زي ما انت شايف كده. الرسومات دي مهمه طبعا. ناخد مثال على موضع الجذور، يبقى هجيب ازاي التي بي والبرسنتج اوفر شوت اللي هي ماكسيمم بيك برسنتج والتي اس من البول لوكيشن. مديني رسمه بالشكل ده، الجزء الريال هنا سالب 3 والجزء الماجنري عندي جي 7 وتحت الكونجيت بتاعه سالب جي 7 اللي هو سالب جي اوميجا دي. قلنا المسافه دي عباره عن جي اوميجا دي ودي سالب جي اوميجا دي. قلنا الجزء الريال عباره عن سالب سيجما دي اللي هي سالب زيتا اوميجا ان. ده الجذر الاول، ده الجذر الثاني. بيقول لك في الفيجر اللي قدامك عايز زيتا اوميجا ان والتي بي والبرسنتج اوفر شوت والسيتلينج تايم والتايم كونستانت. هجيبه ازاي؟ ركز معايا كده، انا هجيب زيتا. زيتا هجيبها ازاي؟ هتروح توصل هنا النقطة دي بنقطة الأصل، وشايف الزاوية دي؟ الزاوية دي هتسميها سيتا، سميها فاي، أيا كان المسمى. مش قلنا زيتا عبارة عن كوزين فاي؟ إحنا قلنا القانون ده في السلايدات اللي فاتت، زيتا عبارة عن كوزين فاي. طب عايز أجيب فاي، هتقيسها بالمنقلة؟ لا طبعًا. أقيسها إزاي؟ الزاوية دي التان بتاعها عبارة عن إيه؟ مقابل على مجاور. المقابل اللي هو الارتفاع الرأسي اللي هو كام هنا؟ 7. المجاور اللي هو 3، يبقى قاسم 7 على 3 دي يديني تان فاي أو تان سيتا اللي هي الزاوية دي في المثلث ده، يبقى تان فاي بتساوي 7 على 3 مقابل على المجاور. أجيب فاي تطلع فاي تان ماينس 1 7 على 3 تطلع بالزاوية دي ديجري طبعا، ديجري هنا. وقلنا زيتا عبارة عن كوزين فاي، عوض عن تطلع ب 39 تقريبا من 100. ده أنا جبت زيتا من الرسم. طب أنا عايز أوميجا إن، أوميجا إن هي إيه؟ أوميجا إن هي الوتر ده، الوتر ده عبارة عن أوميجا إن. هجيبه إزاي؟ من مثلث قائم الزاوية. مش ده مثلث قائم الزاوية؟ الارتفاع ده عبارة عن 7، المسافة دي 3، عندي 7 ودي 3، تقدر تجيب الوتر. الأوميجا إن عبارة عن جذر التربيع، 3 تربيع زائد 7 تربيع تطلع بالقيمة دي، راد بير سكند طبعا الوحدة، أما زيتا ملهاش وحدة لأن هي ريشيو. البيك تايم، البيك تايم عبارة عن إيه؟ ركز معايا، باي على الأوميجا دي. طب إيه هي الأوميجا دي؟ عبارة عن الارتفاع الرأسي اللي هنا ده اللي هو خاص بالإيماجينري، يبقى باي اللي هي 3.14 على 7 تطلع بالقيمه دي سكند. انا عايز بعد كده الماكسيمم اوفر شوت، ده قانون الخاص بزيتا اللي هو اكسبوننشال الاس ده في 100%. طب ما زيتا بكام؟ ما انت جايبها من فوق، يبقى عوض عنها بعد التعويض. خلي بالك هنا الباي 3.14 تطلع 26%. نروح للتايم كونستانت، عباره عن 1 على سيجما اللي هو 1 على سيجما دي اللي هو 1 على الجزء ده على جزء الريال، 1 على جزء الريال اللي هو 1 على 3 او 1 على زيتا اوميجا ان. ما انت جبت زيتا من فوق اوميجا ان عوض عنها، نفس القانون على فكره، تبقى 1 على 3 سكند. نروح للسيتلينج تايم، انا هجيبه عند 2%، عباره عن ايه؟ 4 على سيجما اللي هو 4 تايم كونستانت، او 4 على سيجما، السيجما اللي هي 3، يبقى تبقى 4 على 3 او 4 على زيتا اوميجا ان. عندك زيتا اوميجا ان عوض، تطلع 4 على 3 تطلع 1.33% سكند. وبكده انهينا فيديو النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوا. لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها على التعليقات اسفل الفيديو، وشكرا جزيلا.